الأيام القليلة الماضية حملت بإجابتها آخر التطورات حول الملف النووي الإيراني بعد جمود سياسي صحبه لفترة طويلة. التحركات الأخيرة حول القضية أسفرت عن حدوث انفراجة مع إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التوصل إلى تفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أعرب كنعاني عن أمل بألا يكون هناك تسييس للملف، مشددا على التزام طهران بالدبلوماسية التي تعد السبيل الوحيد لحل الخلافات والملفات المعقدة. التصريحات الإيرانية التي كانت كرسالة للأطراف المعنية بالملف النووي جاءت قبيل اجتماع هام لمجلس محافظي الوكالة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا لإجراء مناقشات حول تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالسلامة النووية والعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات. وسيكون النووي الإيراني متصدرا المباحثات، وذلك في عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي. كما سينصب تركيز جدول أعمال الاجتماع على قضايا أخرى كاتفاقية آكوس للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والأمن النووي وضمانات السلامة في أوكرانيا.